هذا سائل أبو إبراهيم أرسل بسؤال يقول فيه: هل يجوز للراقي أن يستنطق المريض ويقوم بأسئلته ويقول له مثلا: من سحرك؟ من عمل بك هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فما على الراقي إلا أن يرقي المصاب بالآيات والأدعية الشرعية، ولا يستنطق المصاب، لأن هذا يثير الفتنة بين الناس، يقول فلان فعل كذا، فهذا المريض يجد على هذا الذي قيل فيه هذا الكلام أو أقارب هذا المريض ويحصل فتنة بين الناس، فهذا من باب التحريش. أما على الراقي إلا أن يرقي بالقرآن والسنة والدعوات النافعة ويقتصر على هذا، وهذا فعل سبب إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع. نعم.